بالتأكيد يعني لو شوف التشيع مع الكابتن ناظم شاكر يعني تشيع مهيب كبير جدا يعني أنا مستغرب اليوم هسه أنا ما شفت التشيع إلا هسه يعني يمك أنا بالاستوديو شفته بالتلفزيون يعني معقولة يعني 14 أو 20 واحد أو 25 واحد هذا الرجل الكبير المحترم المؤدب الخلوق صاحب الإنجازات حامل صفة الخلق والأخلاق موجودة عنده معقولة لا وزارة شارك لا أولمبية شارك لا اتحادي شارك مو معقولة إذا مهملين سأل علي جد ما تحكي جد ما تقول عندنا نجوم ترى سيساقطون واحد أنت ولا آخر ونفس الشيء نفس ما موجود ما شفناه اليوم الكابتن المرحوم صباح عبد الجليل الآن أقول لك بصراحة يعني أنا حقيقة شفت يعني التشيع مع المرحوم ناظم شاكر يعني تشيع يعني كبير جدا ويستحق أبو فهد ألف رحمة على روحه ورحمة على روح كل اللي توفوا بالوباء وغير الوباء رياضيين أو غير رياضيين حتى الكابتن كريم سلمان رحمة الله عليه جابوا للنادي شافوا نادية لاعبينه بكوا عليه بالملعب طببوا أثناء المباراة يا كابتن اليوم كل شيء ما صار شوف أنا خلي عزيز إن شاء الله يبدو عائلة المرحوم والناس اللي قرباها خلينا نقول عمامه نسابته قال لك الوضع وضع وبائي وحظر التجوال وأنا باعتقادي إنه هاي سيارة الكوستر راح تشيلنا كل إحنا واحد تباعا واحد ورا الثاني بس مثل ما تفضل الأخ الكابتن حميد اليوم أنا بتصوري صباح يستاهل كل الخير يستاهل تأمين أكثر من هذا بكثير ممكن نشوف بالأيام القادمة فالتشيع رمزي ومجلس عزاء بنادي الجوية أو نادي الزوراء راح أقول لك أنا اتصلت بصفوان مباشرة من سمعت الخبر خابرت قلت له صفوان أكو عزاء قال كابتن ما سوينا عزاء لأنه إحنا نخاف من هذه مسألة الكورونا بالأمس فريق رئيس فريق شعبي الله يرحمه صالح متوش عندنا هو من زملاء بالنعيرية توفى سووا عزاء الناس بعدين انجمعوا كل الرياضيين هو رئيس فريق انجمعوا كل الرياضيين بما فيهم عباس كريم أخو مهدي كريم ومهدي كريم كل الرياضيين اللي موجودين بغداد الجديدة سووا تشييع رمزي جاوبوا به المنطقة كلها هو رايح دفنوه راح وانتهى بس سووا له مسيرة خاصة أنا أقول خلي نعطي كل واحد حقه هسه احنا قد يكون حقه بالحياة ما اعطيناه هاي الرحمة كلها احنا راح نقولها كل أهل الفيس كلها قالت كلها ظلت تترحم كل العراقيين كل العراقيين ظلت تترحم تقترح كاب أنا اقترح أنه هذا الرجل خلي نقول رائد من الرواد قد يتقاضى راتب اللي هو مثلا 600 أو 400 وانقطع بعد وفاته هسه انقطع هذا قانون الرواد هذا قانون الرواد راح نجي عليه بعدين فشنو مقترحك أنا أقول لا خلي أقول لك شيء واحد بمفهومين من عندنا بطل قومي يمثل البلد في لعبة ما ويحقق لك إنجاز كل المدارس سواء رأس مالية أو اشتراكية تعتبر بطل قومي البطل القومي وين شو تقول لك يقول لك هذا من ما تخلي نخلد ذكراه شو نسوي له هسه ما راح نقول على التمثال نقول مثلا هذا الشارع راح نسميه باسمه صحيح هذا المستشفى نسميه باسمه المستوصف الجسر المدرسة لأنه هذا مثلنا هذا قطع عرق وقطع دماء المن في سبيل الوطن هذا رفع راية الوطن والنشيد الوطني العراقي احنا هذه لليوم احنا انا اقول لك مثلا قد نقول مثلا المرحوم احمد راضي رحمة الله على روحه سموا الملعب باسمه شيء رائع جدا اوكي اليوم من ادور على شيء العمو بابا اسمي باسم عمو بابا